الزمالك امبارح قدر انه يرجع بنتيجه لحد ما مرضيه، خساره 2-1 من فريق نهضة بركان المغربي في مباراه ذهاب نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه، خاصه انه مباراه العوده هنا في القاهره وعنده اكتر من سيناريو مريح للفوز بالبطوله. خلينا نتعرف على تفاصيل المباراه، ايه الاخطاء اللي لازم يشتغل عليها جماز قبل مباراه الاياب؟ اسئله كتير قوي يا مصطفى، صح؟ صحيح، اسئله كتيره جدا، وخصوصا ان في ناس كتير بتقول ان الفريق ما كانش يعني بالشكل القوي اللي الناس كانت متوقعه ان هو يعني يبقى موجود عليه، وان نهضه بركان مش تاريخيا يعني مش قد الزمالك. الناقد الرياضي امير نبيل منورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر، هنتعرف معاه على تفاصيل المباراه والسيناريوهات المتوقعه في المباراه القادمه. اهلا بك استاذ امير. اهلا بحضراتكم، تحياتي ليكم كل المشاهدين. شفت ازاي المباراه؟ ايه هي الاخطاء اللي وقع فيها جوميز ومفروض ان هو يتجنبها في المباراه القادمه؟ يمكن طبعا سيناريو المباراه اللي شفناه امبارح هو فوز نهضه بركان بهدفين لهدف، يمكن زي ما حضراتكم ذكرتم نتيجه مش افضل حاجه ولكن لها ليست سيئه بالنسبه للنادي الزمالك. السيناريو اللي راهن عليه جوزيه جوميز في المباراه دي ان هو يحاول تخفيف الضغط او يعني امتصاص حماس البدايه من فريق نهضه بركان، لكن ما قدرش ده. هو اعترف بنفسه بعد المباراه ان كان في بعض الاخطاء ارتكبها لاعبو نادي الزمالك ادت الى ان الفريق المغربي ان هو يقدر يتقدم في النتيجه وسجل من ركله جزاء. الحاجات اللي كانت نقطه قوه في الفريق المغربي قدر ان هو يستغلها يعني كما هي بالظبط، يعني هو بيجيد استغلال الكرات العرضيه ويمكن سجل الهدف الثاني من كره عرضيه. كان نادي الزمالك عنده مشكله في التعامل مع الكرات العرضيه بشكل كبير، وكان اكتر من فرصه مؤثره بالنسبه للفريق المغربي لو كانت استغلت كانت هتؤدي لمشاكل اكتر في دفاع نادي الزمالك. ايضا يمتاز فريق نهضه بركان بقدره لاعبيه على يعني كسب مخالفات في مناطق مهمه جدا. يمكن شفنا ابرز لاعبي فريق نهضه بركان وهو يوسف الفحلي اللي خرج في الشوط الثاني متاثرا باصابه، هو لاعب ممتاز جدا الحقيقه اللي كان على الجناح الايمن وكان عمل مباراه كبيره وعانى في مواجهته احمد فتوح وسام عبد المجيد ودفاع نادي الزمالك لانه متحرك بشكل كبير جدا، تحركاته غير متوقعه، القدرة البدنية الهائلة اللي كان عليها فريق نهضة بركان في الشوط الأول تحديدا أدت لزيادة الضغط على لاعبي نادي الزمالك وأدت لارتكاب كتير من الأخطاء. فكرة جوميز ان هو كان يهدي اللعب شوية في بداية الشوط ويحاول ان هو يمتصص الحماس ويبدأ يعمل اسلوبه اللي هو معتاد عليه، التمريرات الكتير، الاستحواذ، السيطرة على الكرة. عشان كده بمرور الوقت لحضرتك تلاحظ ان ابتدى نادي الزمالك يسيطر على الكرة، صحيح ان هو ما كانش ايجابي على المرمى غير في كرة وحيدة الشوط الأول اللي كان عملها سيف الدين الجزيري برأسية من عرضية أحمد فتوح وتصدى لها الحارس حمزة الحمياني وأبعد فرصة الزمالك في الشوط الأول، ولكن قدر الزمالك في الشوط الثاني أنه يستفيد من هدف الجزيري من رأسية أيضا، ويمكن اللعبة اللي كان بيراهن عليها أيضا أن الزمالك اللي يقدر بيها يعود للمباراة، لأن زي ما نهضة بركان مميز في الكرات العرضية على المستوى الهجومي فهو عنده مشكلة فيها على مستوى الدفاع ما بيتعاملش بشكل الجيد، وبالتالي دي اللي كان منها الثغره الوحيده اللي قدر نادي الزمالك ان هو يستغلها ويسجل الهدف. زي ما بقول نتيجه مش افضل حاجه ولكنها ليست سيئه ويعني تتيح او تفتح باب الامل لنادي الزمالك ان هو يعوض في القاهره ويفوز بالبطوله ان شاء الله. استاذ امير، الحقيقه احنا يعني انا عارفه ان احنا في الماتشات بنعتمد بنقول احنا اهم حاجه النتائج في الاخر. صحيح. ولكن برضه مهم ان احنا نحلل الاداء عشان نعرف المشكله فين. الاداء الناس تتكلم ان هو ما كانش اقوى حاجه امبارح للزمالك، وانه شايفين ان الهجوم عند الزمالك كان معطل، يعني كان في مشكله في الهجوم اصلا عند الزمالك، وحتى يمكن الجون اللي جه طبعا جون مهم جدا ويعني ريح الزمالك الى حد كبير، لكن برضو مش ده اللي كانوا مستنيينه. صحيح. يمكن لو رجعنا لاختيارات جوميز في المباراه هنشوف ان هي اغلبها اختيارات منطقيه، ما فيش فيها حاجه يعني نقدر نقول عليها مفاجاه، باستثناء يمكن سامسون اكينيولا اللي اعتمد عليه في مركز الجناح الايسر وده يمكن مش متعود عليه قوي، لكن هو برده مش مواصفات المهاجم الضخم او الطويل القامه اللي يستغل الكرات العرضيه، عشان كده كان شايف ان التوظيف الامثل له هو في مركز الجناح الايسر، لان نادي الزمالك عنده مشكله حقيقيه في المركز ده، لان طبعا غياب مصطفى شلبي للاصابه عن مباراه الامس، وايضا طبعا عدم قيد ناصر ماهر في القائمه الافريقيه، كل دي خلت الخيارات قليله شويه عند جوميز.
كان عنده خيار اخر على مقاعد البدلاء وهو السنغالي ابراهيم انداي، ولكن استغلوا في الشوط الثاني للعنصر البدني وعنصر السرعات، لكن هو كان عنده فكره جوميز في الدفع بسابسون اكينيولا ان هو يبقى محطه يقدر يستلم ويسلم زمايله بشكل جيد في الثلث الهجومي، لكن نادي الزمالك ما قدرش يعمل ده لان كان في برضه بطء في توصيل الهجمه شويه الى الثلث الامامي، وكان في عدم ربط ما بين اللعيبه وبعضهم البعض بالشكل الجيد. يمكن في بعض المحاولات القليله يمكن اللي منها كانت فرصه الجزيري في الشوط الاول دي اللي كان فيها الى حد ما جمله تكتيكيه وربط وتحرك ما بين لعيبه الزمالك بشكل ايجابي. بخلاف كده يمكن كانت الازمه الهجوميه تتضح ان اللعيبه كانت معزوله شويه في الثلث الامامي، عشان كده بمرور الوقت في الشوط الاول شفنا كتير من الاوقات زيزو بينزل يستلم في وسط الملعب بدل ما كان يعني متطرف في الجانب الايمن مستني الكره تجيله مستني ربط معاه. عشان كده في كتير من اللعيبه او الاظهره تحديدا عمر جابر واحمد فتوح كان عندهم مهام دفاعيه اكتر، ما قدروش يتقدموا ويعملوا الواجبات الهجوميه المعتاده اللي بيعملوها في اداء نادي الزمالك، عشان كده ده اللي اثر على شكل الهجوم النادي الزمالك. في الشوط الثاني الامور تغيرت للافضل، وانا شايف ان كان نادي الزمالك كان لازم يستغل الحته دي لان فنيا وبدنيا فريق نهضه بركان اقل بكتير في الشوط الثاني، يعني الاندفاع البدني اللي كان الاداء كان افضل في الشوط الثاني بالظبط، كان لازم تستغل الموضوع ده بشكل افضل، وان انت ليه لا ان انت ما ترجعش 2-2 بدل 2-1 هتبقى النتيجه بالنسبه لك افضل بكتير. لكن طبعا يعني برضو كان في تخوف ان انا افتح خطوطي امام الفريق المغربي اللي مازال متحمس ومازال مدعوم بالشحن الجماهيري الكبير والاجواء اللي في ملعبه على وسط جمهوره، فكل دي كانت امور برضو في حسابات المدير الفني ان انا عندي نتيجه 2-1 وهدف في بدايه الشوط الثاني، يعني خلى الامور بالنسبه لي افضل شويه حتى على المستوى المعنوي للعيبه ان انا اقدر العب بهدوء اعصاب بدل ما كان في توتر في بدايه المباراه، كان في ارتكاب اخطاء دون ضغط حتى من لعيبه نهضه بركان. عشان كده يعني كل شوط كان له سيناريو، ولكن نادي الزمالك تحسن في الشوط الثاني وكان في اداء افضل. يمكن التغييرات اتاخرت شويه وبعض التغييرات ما كانتش مجديه بشكل موفق بالظبط، ما قدمتش الاضافه الكبيره، ولكن في النهايه خرج بنتيجه ليست سيئه بالنسبه لنادي الزمالك. طب ايه الثغرات اللي كانت موجوده عند نهضه البركان وما قدرش الزمالك ان هو يستغلها بشكل افضل ونحط كده تحتها خط علشان المباراه القادمه يعني ياخد بال؟ صحيح. يمكن لو شفنا في الشوط الثاني تحديدا نادي الزمالك لما كان بيترك الكره لفريق نهضه بركان ان هو يبني هجماته ما كانش عنده التنظيم الكافي، فعشان كده ما كانش قادر يفتح ثغرات، لكن كان بيهاجم بعدد كبير من اللعيبه، ده كان بيكلفه فرصه ان يبقى عنده مساحات في خط ظهره، لكن نادي الزمالك ما كانش بيقدر يستغل ده. يعني انا لما نهضه بركان يضغط عليا بخمس ست لعيبه معنى كده ان عنده في تلت ملعبه او في نص ملعبه ما فيش غير تلات اربع لعيبه مساحه فاضيه اقدر استغلها بالظبط. فلو قدرت استغل سرعات وانطلاقات زيزو او سيف الدين الجزيري وهو لعيب مهم جدا في الناحيه الثانيه بالظبط، ان انا اقدر اديله كرات طويله او اقدر العب على المساحات الفاضيه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. عشان كده كان مهم من نادي الزمالك ان يستغل الامور دي في الشوط الثاني تحديدا، لان كان في نوع من الاندفاع شويه خاصه في النصف الثاني من الشوط الثاني من فريق نهضه بركان ان هو كان بيطمع شويه في النتيجه اللي هو بدل ما يخليها 2-1 يخليها 3-1 يخلي الامور اسهل بالنسبه له، وكان شايف ان الزمالك تراجع شويه عشان كده كان بيحاول يستغل ده. كان نادي الزمالك كان المرتدات تحديدا او اللعب تحول من الدفاع للهجوم كانت مهمه جدا انها تتطور بشكل افضل، كان لازم طبعا يبقى في لاعب محطه يقدر يستلم ويسلم، ولكن طبعا ممكن جوميز ما حبش يغامر شويه ان هو يجري تعديلات كتير على التشكيل، لان الهدف الاساسي بالنسبه له ان اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب تقدر تهدي مهام دفاعيه زي ما هي بتادي مهام هجوميه، لان مش مطلوب ان انت تتخلى عن مهامك الدفاعيه ويؤدي ده ان انت يعني تفشل في الحفاظ على النتيجه اللي انت كانت شايفها جيده الى حد ما. طيب استاذ امير احنا لسه في مباراه ثانيه والزمالك عنده فرصه انه يعوض الخساره، وزي ما حضرتك قلت الاداء بالفعل تحسن في الشوط الثاني، والزمالك فريق كبير جدا يعني وعنده الحقيقه لعيبه كمان اقويه جدا، فاحنا بنامل ان احنا نشوف اداء يوازي قدر الزمالك وقدر اللعيبه الموجودين ويقدر. فعلى هذا الاساس هل جوميز في المباراه اللي جايه هل هيغامر، بما انك حضرتك قلت ان هو مش بيغامر او قرر ان هو ما يغامرش في المباراه دي، هل هيغامر في المباراه اللي جايه؟ هل هنشوف ممكن تاكتكس مختلفه او طريقه لعب مختلفه؟ هل هنشوف تخطي اللاعبين فكره السينكرونايزيشن او التواصل بينهم وبين بعض في الملعب؟ هو طبعا يمكن الزمالك بعد مباراه الذهاب خلاص هي صفحه واتقفلت، يركز في مباراه الاياب حسابات مختلفه تماما، انت بتلعب على
فكره الفوز بهدف نظيف، فكره الفوز بالنسبه لنادي الزمالك بهدف لا تبدو صعبه، ولكنها يعني تنطوي على قدر من المخاطره شويه بالظبط، ان هو ان انت لازم ما تستقبلش اهداف، لان لو استقبلت اهداف لا قدر الله تبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. على مستوى الدفاع لازم يبقى فيه نسبه الخطا اقل درجه ممكنه بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك، لان مش مقبول اخطاء في مباراه زي دي. اكيد نهضه بركان هيلعب على الجزئيه دي، ان هو يحاول ان هو يربك حسابات نادي الزمالك بهدف، ما قدرش يسجل هدف فهو محتفظ بنتيجه سلبيه اطول وقت ممكن، وده هيزيد الضغط شويه على نادي الزمالك. عشان كده الدور المعنوي والنفسي مهم جدا في حاجه زي كده. عشان كده يمكن تابعت ردود الافعال حتى على جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا بعد مباراه الامس، كان في حاله يا اما افراط في التفاؤل يا اما افراط في التشاؤم، وده مش مطلوب. يعني نتيجه ليست جيده ولكنها ليست سيئه، انت تقدر انت بهدف نظيف، لكن اعتقد ان جوميز يعني عنده من الذكاء ان هو مش هيلعب باندفاع كبير يكلفه ان هو ممكن يفقد النتيجه اللي خرج بيها من مباراه الذهاب وتتصعب الامور عليه وعلى لعيبته. اكيد هيقسم المباراه على سيناريوهات او على اجزاء يقدر ان هو يضغط في وقت معين، لكن الفكره الاساسيه بتاعته ان هو يستحوذ على الكره. فكره الاستحواذ اللي يعني بيصر عليها جوميز في منذ توليه قياده نادي الزمالك، ان هي بتفتح له فرص تسجيل، بتفتح له فرص الوصول للمرمى باكبر عدد ممكن من الهجمات. طول ما انا مستحوذ على الكره انا مطمن، لان انا بدي الثقه للاعبتي، بيبقى في تحركات خلف المدافعين تقدر انها تخلق ثغرات. دي الفكره الاساسيه من السيطره والاستحواذ اللي بيحاول ياكد عليها دايما جوميز من المباراه الاخرى، واللي اذا فقدها في بعض الوقت ان هو بيحاول يسترجعها دايما عشان يبقى الحلول بايده، ما يديش الفرصه للمنافس ان هو يفرض اسلوبه عليه. طيب برايك الزمالك عنده كام عنصر يخليه قادر ان هو يكسب المباراه القادمه، بخلاف ان هو هيلعب على ارضه وسط جمهوره وفي بلده؟ عنده أكتر من ميزة إزاي إن هو يقدر يستغلها علشان يعني يفوز بالمباراة وباللقب أيضا؟ يمكن زي ما حضراتكم ذكرتوا، يعني برضو كامل الاحترام لفريق نهضة بركان، هو بطل بطولة الكونفدرالية مرتين يمكن في آخر 4 سنوات، لكن طبعا نادي الزمالك تاريخ كبير مع الكرة الأفريقية بشكل عام، وقادر إن هو يستغل ده يوظفه بشكل جيد في الملعب. نادي الزمالك يمكن في نسخة 2019 أمام نفس الفريق كان خرج بنتيجة الخسارة 1-0 في المغرب، وقدر ان هو يفوز هنا 1-0 يعادل نفس النتيجة ثم بركلات الترجيح. عشان كده نتيجة امس يمكن افضل كمان من 2019، ان هو لو سجل هدف هنا خلاص الامور هتبقى بالنسبة له حسمت تماما، مش هيحتاج لاشواط اضافية، او طبعا لان قاعدة احتساب الهدف خارج الارض بهدفين التي لا تزال تطبق في الكرة الافريقية فقط، يمكن الغيت من اوروبا واسيا، ولكن ما زالت الاتحاد الافريقي بيعملها. هي ليها مزايا وليها عيوبها، لكن في النهايه نادي الزمالك يجب ان يستفيد من هذه الميزه زي ما يجب ان يستفيد من ميزه الدعم الجماهيري، وده برضو دور كبير للجماهير. الجماهير اللي تبقى حاضره لازم يبقى ليها دور ودعم للزمالك في اي سيناريو. يمكن اتذكر مباراه الزمالك وارتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي لهذه النسخه تحديدا من البطوله. الزمالك كان خسران 2-0 في مباراه الذهاب في جيبوتي، وكانت المهمه بالنسبه له مش سهله. استقبل كمان هدف في نهاية الشوط الأول في مباراة العودة في القاهرة، فبدأت الأمور يعني صعبة جدا، فكان مضطر أنه يسجل 4 أهداف، لكن بدعم الجماهير اللي كانت موجودة وذكاء ووعي من اللعيبة ومن الجماهير أيضا والجهاز الفني، قدر أنه يسجل 4 أهداف ويتأهل. لولا هذا السيناريو اللي صارت بيه المباراة لما كان الزمالك في هذه المرحلة من البطولة. عشان كده مهم جدا ان انا استغل كل العوامل اللي عندي، استغل دعم الجماهير، واستغل ان اللعيبه لازم تكون في افضل حاله، والجهاز الفني يختار العناصر برضو اللي تساعده على تحقيق السيناريو اللي هو عايزه في المباراه. كل دي امور اعتقد انها لو وظفت بشكل جيد الزمالك هيحقق النتيجه المطلوبه. طيب بشكل عام بقى شايف سير الكونفدراليه هيكون ازاي؟ يعني شايف النهائي هيكون شكله عامل ازاي؟ شايف السير بتاعها ايه؟ يمكن طبعا فريق نهضة بركان يعني اكيد النتيجة اللي حققها على ملعبه مش افضل حاجة بالنسبة له، كان عايز على الاقل تفضل 2-0، حتى شفنا بعد الهدف الثاني اللي سجله محاولات ان هو اضاعة الوقت شوية، محاولات ان انا يعني استنفذ الوقت بكل الطرق بحيث اخرج بالنتيجة دي، ولكن في النهاية اكيد السيناريو اللي جاي بيه فريق نهضة بركان هيبقى الهدف الاساسي بالنسبة له. لو ما قدرتش احافظ على التعادل السلبي اقدر اسجل، لو ما قدرتش اسجل عفوا في شباك نادي الزمالك يبقى اقدر ان انا احافظ على التعادل السلبي. عشان كده من هنا لغايه مباراه الاحد المقبل هيبقى في دور كبير جدا على اولا الجهاز الفني طبعا يجهز لعيبته بالشكل
المناسب للمباراة، اختياراته هو اللي هيبقى مسؤول عنها جوميز بنسبة 100%. لأن أنا النهاردة الناس اللي كانت بتلومه طبعا على اختيار سامسون أكينيولا في بداية المباراة، هو كان له فكر معين لم يتحقق الغرض منه، التبديلات هيبقى ليها دور مهم جدا وتوقيتاتها، كل دي أمور يجب إن احنا يعني لازم الجهاز الفني يبقى عامل حسابها من بداية الاستعداد، من منذ عودة البعثة من المغرب، كل دي أمور يجب أن تحسم طبعا بشكل كبير جدا. الدعم المعنوي من الإدارة، وأعتقد الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب بتوفر الدعم للفريق بشكل جيد والبعثة، كل دي أمور أكيد هيبقى ليها دور كبير جدا في رسم شكل أو سيناريو الفاينل أو النهائي ذهاب إياب نهائي الكونفدرالية. السؤال الأخير، التبديلات أو التغييرات، هل ترى أن جوميز بيبقى موفق فيها بشكل كبير؟ هو بيبقى في برضه بعض التغييرات بيبقى بيحاول ان هو يعني بيبقى فيها نسبه ريسك شويه، يعني في بعض المباريات منها مثلا مباراه الاهلي والزمالك كان اصيب احمد سيد زيزو وهو نجم الفريق، اضطر ليه الدفع دي مضطر. انا بتكلم عموما في سياسته في التغييرات، هي فكره في مدربين، اصل مدربين يعني في مدربين بيميلوا لفكره يعني بلغه الكوره كده، لاعب بلاعب مركز بمركز، خلاص ما عنديش فكره الابداع. لكن جوميز من نوعيه المدربين، يعني شفنا امبارح خرج نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط ونزل ناصر منسي المهاجم، فهو اكيد ما كانش عايز يهاجم في الدقائق الاخيره، لكن عايز لاعب يمسك كوره يقدر يسلم ويستلم. نبيل عماد دونجا كان عنده انذار، فكان خايف من فكره ايقافه في مباراه الاياب، عشان كده فضل ان هو طب يعني كان حد هيفكر طب ليه ما تلعب بلاعب وسط اخر مكان ناصر منسي. لا، هو برضه بيحب او بيميل المدرب البرتغالي لفكره ان انا تغيير، يعني بيبقى فيه هدف تكتيكي شويه. على اي حال احنا يعني مستنيين طبعا مباراه الاياب من الزمالك ونهضه البركان، وكلنا امل ان شاء الله ان الزمالك يعني يقدر يفوز بهذه المباراه، وزي ما كنا بنتكلم قدامه اكتر من سيناريو مريح للفوز بهذه المباراه. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا الناقد الرياضي امين نبيل، شكرا لحضرتك. شكرا لك استاذ امين، شكرا.